هسه اول شيء بتعملوا بتدخلوا على البوليمات، بس تدخلوا على البوليمات بيعطيكوا هاي الصفحه. هسه هاي الصفحه ما بتقدر تشتغل عليها، هاي الصفحه انت بتحدد وين بدك تروح. كيف بدك تروح؟ بتروح على البروجرام بيعطيك اربع خيارات، لينير، نون لينير، ديفرنشال ايكويشن. هاي اهم ثلاث خيارات بتهمنا. شابتر 8 عندنا بالرياكتور اللي بيهمنا دائما اللي هي الديفرنشال، دائما بيكون عندنا تكاملات. نختار ديفرنشال ايكويشن بيطلع عندنا هذا الشيء. هسه ليش مقسم لهيك شغلات؟ هسه بالبوليماث قبل عمليه اليساوي زي ما شرحنا المره الماضيه ما بصير استخدم ولا عمليه قبل اليساوي، لا جمع لا طرح لا ضرب لا قسم، بس بخليها هي لحالها. عشان استخدم قسمه اذا بدي يعني قبل اليساوي بضغطه عشان هو يعرف لي اياها لحاله، تمام؟ وهيك بتبلش حل، بتكتب الكود اللي بدك اياه. عندنا هون اكزامبل، اكزامبل 8-10. المحاضرة الماضية لما حلينا اكزامبل كان عندنا سينجل رياكشن، كان عندنا مول بالانس واحد. هون الرياكشن عندي مالتيبل، كم واحد عندي؟ عندي A B و C. المحاضرة الماضية لانه كان سينجل عملنا مول بالانس واحد، هون بعمل ثلاث مول بالانس على الA وعلى البي وعلى السي. حكينا بالبوليمات عشان اول ما ابدا احل السؤال لازم احط اول شيء المول بالانس، بحط المول بالانس للA للبي وللسي، بدخلهم على البوليمات. بدخل هون زي ما حكينا بكتب دلتا اف اي على بي اوكي هيك تمام. هسه طلب مني قيمة الانيشال للاف اي، السؤال قديش معطيني اياها؟ معطيني اياها 100، بدخلها هيك انا خلصت تمام. بضل هون اشي اذا انا بدي اعرفه هذا الاشي زي ما هو معطيني اياه، يعني اذا بدي اكتب هذا والله المول بالانس للاي، يعني خياري زي ما بدك بتحطها او ما بتحطها. بعدين بحط دان، بكمل على البقيه على دلتا اف بي ودلتا اف سي نفس الاشي. دي وهياتهم جدا زي هيك. هون للبي مش معطيني قيمة الانيشال فبحطها من عندي صفر، اي اشي دائما مش معطيك اياه قيمة الانيشال بتحطه صفر احسن اشي.
تمام هيك كتبوه. هسا برجع على السؤال بشوف اذا معطيني اياه اجاباتك ولا نان اجاباتك. هسا مش ذاكر لي بالسؤال انه اجاباتك، فبستخدم المعادله الانرجي بالانس بوجود الكيو، بكون معطيني اياها بالامتحان اللي هي هيها. بس انتبهوا هون عندنا مالتي رياكشن، فبكون عندي ار اي ار بي، يعني ناخذ اسامبشن للكل مش لسنجل واحد، فبكون معطيني اياها مش زي هيك، بكون معطيني اياها اسامبشن زي ما هي المعادله الاصليه موجوده. فهاي باجي باخذها كلياتها بحطها على البوليمر بنقولها تمام. خليني اعملها كوبي بيست. اكتبوها زي هيك زي ما هي مكتوبه هون بالضبط. ايش هسه اكتبيها هاي من هون ديفرنس، دخلي الاحرف زي ما هي موجوده. اول واحدة عندك ال RA1 و RA2 دي فيها دي تي دي بدي اعرفها تحت. بدي اعرف ال RA تساوي R1 و R2. اوكي انا رايي احمد روح على الفاينل فايل بتاعت السوليوشن نعمل ران، بعدين نرجع الطلاب يشتغلوا على الاكزامبل البسيط اللي هو يعني اكمل حله هذا اعطي الحل كامل وبعدين نرجع نشتغل تحت اليوتيوب بعدين نشتغل تمام. هسه لنبه على كم شغله. هسه بالبوليمات ما في عندي رموز، يعني انا لما اكتب اكتب على ورقه بكتب الدلتا زي مثلث، بالبوليمات ما في هيك شيء. يا بتعرفها بتكتبها دلتا او انت زي ما بدك ترمزلها برمز دي او رمز من عندك، بس يفضل زي ما هي موجوده تكتبها، يعني الدلتا خلاص اكتبها دلتا عشان ما تتخربط. ثاني شيء انت شوف بالبوليمات القوس بيكون عنده لونه زهري، الاحرف ازرق، واي عمليه بتكون لونها بالاحمر. اذا مثلا القوس ما لقيته لونه زهري معناته انت عندك غلط لازم تعدله. هسه بعد ما كتبت هذول المول بالانس والمعادله الانرجي بضل عندي ايش؟ اكتب الاشياء اللي اعطاني اياها هون، بس اكتبها كامله انا بكون هيك خلصت حلي وبعمل رن دغري. هسه انا لما اجي احل سؤال بوليمات بالنسبه لي بفضل اني اكتب دائما المعادلات بعدين بكتب ايش؟ الكونستنت. يعني هون الار اي بكتبها، بكتب الار بي، هاي بخليها اخر شيء لانها رقم عشان ارتب حلي، بس بدخلهم كلياتهم حسب ما معطيني اياهم السؤال وبشوف شو بيطلع معي. هيك مدخلتهم عرفت ال RA حسب ما بيعطوني اياه مالتيبل رياكشن R1 و R2 RA اول شيء بعدين R1 و R2 وال RB وال RC ال KA1 ال KA2 ال CA وال FT ونزلت لحتى وخلصت كل شيء. هسا في يعني زي ما هو حال الكتاب مختصر كثير شغلات، يعني هون ال RA شو معرفها؟ RA1 زائد RA2 ال RB وال RC مش معرفهم، حاطن دغري بصيغه ال RA. مثلا الواي اي هون معوضها دغري، تي اي معوضها دغري، يعني ممكن تختصر انت حالك حال مثلا السي بي والسي بي اي والسي بي سي دغري تعوضها من المعادله هاي، تختصر على حالك كتابه كود ووقت وكثير شغلات بتختصرها على حالك. بس بعد ما كتبت كل شيء بده اياه اخر شيء طالب عندي الانيشال والفاينل فاليو للفوليوم هي مكتوبه عندي فوق انيشال فاينل، بضغط عليها. حكينا دائما الانيشال بيكون عندي صفر بنحطه، الفاينل بيكون متوقع. هسه بالكتاب حاطه واحد بنحطه واحد. كمان شغله هسه الاف اي هون بالكتاب معطيني اياها قديش 100، لو مش معطيني اياها 100 قديش بتحطوها؟ هسه ماشي بنحطها زيرو، بس تنتبهوا على شغله، لو حطيتها زيرو هذا بصير عندي زيرو وهذا بصير زيرو وهذا بصير زيرو، بصير ما شو مقام صفري، فما بزبطش. انتبهوا على هاي الشغله، يعني لو نيجي نجربها ونحط صفر ما برضى يشتغل البوليمر، بقول لك انت هون عندك مقام صفري. ف
فيا بس الرياكتور اصلا فيعني بعمل حل من الحلين ان بضيف هون رقم قليل كثير يعني 0.0001 او بعرف الاف اي 0.0001 يعني رقم من عندي تمام. هيك صار عندي كل شيء جاهز. بطلب جراف وتيبل وريبورت بعمل رن. هاي الريبورت الموجود عندي هون يعطيني كل شيء دخلته كل شيء حطيته. احنا السؤال طالب جراف الجراف بس البرزنتيشن خلنا نشيل بس البدول تمشى. هاي اعطاني الرسمه بين الفوليوم والاف اي والاف بي والاف سي زي ما هي موجوده بالكتاب. هيا ايه نوع الازرق بالرياكتور هيا نفسها هاي الرسمه بين الاف اي والاف بي والاف سي والفوليوم نفس الاشي بالضبط ما بتفرق. هسه اذا بدي اعمل بين الفوليوم والتي لحالهم باجي على التيبل على الجراف هون هياته عندي الاكس اكسس فوليوم وبختار التي بعمل رن اعطاني اياها برضو نفس الموجوده بالكتاب. ممكن احمد دمنا ارجع على الرسمه نفسها الرسمه او ترجع على الواي اكسس وين عندك التي دبل كليك هناك هون ايوه هون تختار بقيم التي بحط الاف اي اف بي والاف سي طيب هيك بس بس اذا تقفل الجهاز اذا بدي اياك ترجع على الواتساب على اكزامبل هو حطيت لي اياه من اسبوعين تقريبا